بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعد الله صباحكم بكل خير، يوم جديد من أيام الأسبوع، وأكيد برنامج فيض حيطل عليكم بضيوف جدد ومواضيع إن شاء الله يا رب تكون مهمة ومفيدة لكم. صبحك بالخير زميلي وأخوي محمد. صباح الخير أختي مشاعل، وأيضاً صباح الخير على المشاهدين عبر شاشة تلفزيون قطر. صباح يوم جديد وحلقة جديدة، يا رب تكون سعيدة وتعجبكم بمختلف مواضيعها. الإنسان لابد خلال فترة حياته يتمتع بالسعادة بينه وبين نفسه. إذا كان في خاطرك أنك تسافر ما سافرت، وبمعناته أن الحزن يكون موجود. إذا كان ودك أنك تنتقل إلى مكان أو تنتقل لمكانة معينة في المجتمع، عادي إذا ما وصلت لها اليوم. في ناس تقيد شعورها السعيد زين بوجودها أو عدم وجودها في مكان معين، بالتالي عادي ما وصلت اليوم بتوصل بكرة، وسعادتك تعيشها بتعايشك مع كل الظروف اللي تمر فيها. استانس وانبسط باللحظات اللي تعيش فيها، لأن السعادة هي عبارة عن لحظات ثواني. فأنت لا تربط سعادتك بالآخرين، ولا تربط سعادتك بمكان تسافر له. دائما السعادة تنبع من الداخل. لما تكون علاقتك بالله جميلة وعامرة، يكون قلبك مليء بالإيمان، والسعادة سبحان الله تكون من رب العباد. فلا تقيد سعادتك وتعلقك بأماكن وبأشخاص وبوظيفة وبمكانة، بل علق سعادتك برب الكون اللي مدير هذا الكون كله. إذا قدرت أن أنت عارف أن السعادة بيده هو، فأكيد راح ترتاح. طبعاً كل أمر المؤمن خير. نعم. فحتى الشيء اللي أنت ما يعجبك هو خير بالنسبة لك، وراح تكتشفه بعدين. صحيح. من جانب أيضاً الصدف اللي ممكن تمر على الإنسان، أنت في خطتك مثلاً تروح تتقهوى في مكان، لكن فجأة صادفت شخص وتصادف أكثر من مرة. هذه الصدفة، ويقال بأن تكرار الصدفة هي تشكل حظ، يعني لما أو تكون بمثابة عوض. أما إذا الصدفة كانت تتكرر عليك وكانت الصدفة ضدك، فما نسميه بلاء، ممكن يكون له مسمى آخر، ونسمي الصدفة اللي ممكن تكون سيئة نسميها بالحادثة. فهذا ما أطلقوا عليه الناس. هي فيها الإنسان دائما يمر في لحظات اللي ما يكون مخطط لها، يمر شخص ما توقع أنه يشوفه وشافه، أو يفكر بوجود شخص وشافه، أو تكرار الشيء، فهي عبارة عن لحظات. هي محمد، أنت لما تحط في بالك أن أنا بيشوف هالشخص، أو أنا مثلاً أبي أنجح في هالشيء، سبحان الله الذبذبات، ما كل إنسان لذبذبات في الكون، فذبذباتك أكيد هي جذبت لك هذا النجاح. يعني مثلاً بس بعد لازم يكون لها أشياء ثانية، اللي هي تدرس، وأن أنت تسعى لهذا النجاح، وأكيد الإصرار أن أنت تنجح، حتى أن تشوف أشخاص مثل ما أنت ذكرت يا محمد، أشخاص ما شفتهم من زمان وفجأة تشوفهم. هذا توارد، بس ما أنا مو متذكره هو اسمه، توارد أفكار، لا مصطلح. أي لا مصطلح، تتعدد المصطلحات والمسميات، فهي أحداث ممكن تمر عليك أنت كإنسان. العبرة دائماً أنك شلون تتقبلها وتستقبلها، سواء هذه الأحداث أو الصدف عاجبتك أو مو بعاجبتك. ممكن في ناس تخطط وينفذ عندها الأكسجين وتتعب، لكن دائماً تكون ساعية. هذا أخذنا لي خبر جميل أيضاً من جانب مغامر قطري، رغم أنه هو نفذ عنده الأكسجين ونوجدت الإصابة، نجح في رفع الأدعم فوق القمة الـ12 عالمياً. المتسلق القطري فهد عبد الرحمن بادار نجح في رفع علم قطر عالياً فوق قمة جبل برودبك بارتفاع 8047 متر في شمال باكستان، إحدى قمم الهملايا، واللي تأتي ضمن المرتبة 12 ضمن أعلى قمم جبلية في العالم. وقال فهد بادار على حسابه بموقع تويتر: الحمد لله تشرفت برفع علم قطر فوق قمة جبل برود بيك، القمة رقم 12 على مستوى العالم بارتفاع 8047 متراً، وثالث قمة من قمم 8000 متر التي أصل إليها. كما وكشف المغامر القطري عن الحوادث اللي تعرض لها هو وزملائه المتسلقون خلال النزول قائلاً: كانت هناك أحداث عدة أدت لوفاة أحد المتسلقين
وإنقاذ آخرين نتيجة لذلك نفذ الأكسجين الإضافي لدي. وقضيت ليلة في القمة وسط أجواء من الثلوج والبرودة الشديدة، وتعرضت لإصابة في أصابع يدي. شكراً للجميع على السؤال، والحمد لله على الصحة والعافية. مبارك لك أكيد أخونا فهد، يعني رفعت علم قطر، وأكيد للوصول إلى القمة تحتاج أنك تبذل جهد كبير، وإحنا مقدرين أن أنت وصلت للقمة أكيد بجهد مضاعف، خصوصاً أنك شفت وفاة والأكسجين قل عندك. نتمنى لك السلامة إن شاء الله، وأكيد رح نستضيفك في يوم من الأيام في برنامج في الضحار. ونبارك أكيد للبطل قطر، بطل قطر فهد بادار، على تسلق قمة إيفرست. هي قمة في ناس وايد سعت أن هي تكون موجودة فيه، وحلو لما أنت رغم وجود إصابة عند غيرك أو إصابة فيك وقدامك ناس تتوفى بسبب الأحداث، يعني قمة الهملايا. فجميل من هذا الإنجاز بأن دائما نشوف علم قطر موجود سواء داخل الدوحة أو خارجها. نعم، ناخذكم أعزائي المشاهدين إلى أولى فقراتنا من الصحف المحلية وجريدة الراية. قطر تحصد 3 ذهبيات في أولمبياد الأحياء بالبرتقال. توج الفريق الطلابي القطري المشارك في فعاليات أولمبياد الأحياء الدولي 32 ب3 ميداليات ذهبية، وذلك خلال فعاليات الحفل الختامي للمسابقة افتراضياً في العاصمة لشبونة بالبرتقال يوم الجمعة الماضي، حيث يعتبر أولمبياد الأحياء الدولي مسابقة علمية عالمية مهمة ويقام سنوياً في شهر يوليو، وتستضيفه إحدى الدول المشتركة في المنطقة في المنظمة، والبالغ عددها 76 دولة. كل التوفيق أكيد لهم. نروح من جانب الطلاب، يعني أخبار حلوة نشهدها بوجود قطر عالميا، والحمد لله رب العالمين ندلدل على وجود شباب قاعد يسعى بأنه هو يمثل قطر وبلاده خير تمثيل. هذا طبعا كله يرجع للتأسيس والتعليم بشكل عام. فننتقل للتعليم، وخبر من جريدة لوسيل فتح باب التسجيل الإلكتروني المبكر للطلاب، حيث أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن استكمال فتح باب التسجيل الإلكتروني المبكر للطلاب في المدارس الحكومية للعام الدراسي 21 وأيضا 2022، وذلك لجميع الجنسيات اعتبارا من 1 أغسطس إلى 15 أغسطس 2021. وكانت الوزارة أيضا افتحت باب الترحيل الآلي لجميع الجنسيات والتسجيل الإلكتروني للطلبة المستجدين القطريين وأبناء مواطني دول مجلس التعاون وفق أيضا النطاق الجغرافي، وتسجيل الطلبة المستجدين في المدارس التخصصية والفنية وفقا لوجود ضوابط القبول عن طريق المدرسة ابتداء من يوم 6 مايو الماضي حتى 16 يونيو الماضي. كل التوفيق أكيد لهم. ومن جريدة الوطن، نصائح عند استخدام عمالة نظافة. وجهت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عدد من النصائح للأسر عند استخدام عمالة من شركات التنظيف، حيث طالبت رب الأسرة بأن يتأكد من أن العمالة لا تزيد عن عامل واحد فقط، والالتزام بارتداء الكمامة طوال الوقت، والتأكد من تطبيق احتراز الأخضر للعامل وتعقيم العامل وتنظيفه لليدين باستمرار. وكان وزارة التجارة والصناعة قد سمحت لشركات خدمات التنظيف والضيافة باستئناف أعمالها في أماكن العمل والمنازل على لا تتجاوز طاقتها التشغيلية 50%. توخوا أكيد الحذر أعزائي المشاهدين لما تستخدمون عمالة من الخارج عشان صحتكم. أكيد في ناس لا تبي بلدة معينة، حتى لو أن جات فترة هذه البلدة ما يعني ما نجيب منها أو الدولة ما تجيب منها، ينتظرون الفترة اللي لأن يثقون مثلا ثقافة هذه البلد زينة، فتختلف عمالة عن عمالة، وكل ثقافة بلد أيضا تختلف. إيش رأيك أسألك أيضا من باب أن اليوم تاريخ كم؟ 28 أعتقد يوم نزول الراتب 28 أو 29. نعم، هذه الأيام الناس تنتظر الرسالة اللي تجي. صحيح، وصلتك ولا ما وصلتك؟ إن شاء الله وصلتني. ما أدري، ما شفنا للحين. يعني في ناس فعلا تهتم لكل مبلغ إضافي ينضاف لرصيدهم في البنك، وبالذات مع نهاية كل شهر.
ففي دراسة جديدة تقول بأن رصيدك في البنك يزيد من عمرك. اكشفت هذه الدراسة أن رصيد الفرد من الأموال في البنك بحلول منتصف العمر يمكن أنه يضيف سنوات لحياته، ووجدت أن كل مبلغ إضافي يخفض مخاطر الوفاة بنسبة 5% على مدار 24 سنة. وقال المعد المراسل الدكتور إريك أن النتائج تدل أن أحد مفاتيح الحياة المديدة قد يكمن في صافي ثروتك، وأيضا الفوائد الصحية المرتبطة به، مثل القدرة على توفير رعاية أفضل، طعام جيد، وقت أطول للراحة. والله يوفر وايد أشياء من ناحية أيضا المزاج والنفسية، لكن العبرة أنك شلون بتستخدم أو توفر هذا المبلغ، مو من نزل من صوب تصرفه من صوب ثاني. والله خوش خبر محمد. أعتقد بعد أنا عندي خبر حلو من جريدة العرب، أقوى رجل في روسيا يرفع منصة فوقها طائرة. حقق البريس حامل لقب أقوى رجل في روسيا رقما قياسيا جديدا عبر حمل مروحية فوق منصة، وبلغ الوزن الإجمالي للرفعة 1476 كيلوغراما. وشارك صاحب اللقب متابعي في منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تحقيق رقمه القياسي، والتي لم تشهد حضورا جماهيريا بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا. احنا نطمنك اكيد ان العالم كله شاف هذا الخبر، رغم انه مثل ما قال الخبر انه مش موجودين الناس بسبب كورونا، بس اكيد في الضحى عطاك القيمة اللي تشلت فيها المروحية. هذا من جانب الأخبار، وأيضاً في ناس وايد تسافر هالأيام، واللي تنتظر الناس ترجع علشان ترد هي تسافر. صحيح. وتنتظر بأن تجيلها موافقة مثلاً على إجازة. فاشتقت للسفر ولا؟ طبعاً. من زمان ولا؟ مع أنك توك راجع مسافرة. لا، أهم شيء مصر حلوة وأجواءها حلوة كنتي طبعًا فيها هناك. طبعاً أم الدنيا. ما شاء الله. هذا من جانب أن الواحد يروح المكان اللي يحب مثلاً أنه يقضي إجازته فيه. لكن نشوف بأن يعني من جانب الخطوط الجوية القطرية، يعني أعلنت من جانب أنها هي تمنح تأشيرة فورية للزوار من 95 دولة وفق أيضاً مجموعة من الاشتراطات. أعلنت أيضاً عن وجود عروض وخصومات يستفيد منها الزوار طوال فترة إقامتهم في الدولة. نتابع. هي دعوة مفتوحة توجهها الخطوط القطرية للراغبين في زيارة دولة قطر والاستمتاع بما تزخر به من مناظر طبيعية ومواقع سياحية خلابة. فقد أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنه يمكن لأفراد العائلة والأصدقاء القادمين من 95 دولة الحصول على تأشيرة فورية عند الوصول إلى قطر، كما يمكنهم الاستفادة من باقات وعروض تشجيعية تتيح لهم الإقامة في الفنادق واكتشاف المناطق الأثرية والسياحية بالدولة. واشترطت الخطوط الجوية القطرية للحصول على التأشيرة أن يكون الزائر قد تلقى لقاح كوفيد-19 بشكل كامل، لأن البالغين غير المطعمين لا يسمح لهم بزيارة الدولة حاليا، كذلك أن يكون اللقاح معتمدا من وزارة الصحة العامة. كما اشترطت على جميع الزوار تقديم نتيجة سلبية للPCR مدتها أقل من 72 ساعة عند الوصول، وأيضا التسجيل الإلكتروني المسبق على موقع احتراز. وعند استكمال هذه الاشتراطات يكون بإمكان الزوار الاستفادة من باقات متنوعة تشمل الإقامة من 5 إلى 10 ليال في أحد الفنادق الفاخرة مع وجبة إفطار وخصم 20% على الأطعمة والمشروبات، هذا فضلاً عن خصومات على الفنادق تتجاوز 1700 ريال للفرد. ولعل ما يزيد من أهمية هذه الإجراءات أنها تأتي في وقت بات فيه السفر أمنية الجميع، وظلت أغلب دول العالم مغلقة أمام الزوار، ما يجعل السفر غاية بحد ذاته، أحرى إذا صاحبته حوافز وتشجيعات. يا صباح الصحة أعزائي المشاهدين، اللي يعانون من التهاب الجيوب الأنفية معنا فقرة مهمة جداً.
طبعا التهاب الجيوب الأنفية المزمن مع تقلبات الجوية وزيادة الرطوبة في الجو تعرضون أصحاب هذه المشكلة للعديد من المشاكل نتيجة انسداد الممرات الأنفية، ما يخلف شعورا بالصداع والإجهاد وألم في الوجه. تكلم أكثر وأكيد الدكتور راح يعطينا نصائح لأصحاب هذه المشكلة. يسعدنا نحن نستضيف الدكتور أسامة عبد الله الموسى، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والعنق. صباح الخير وصباح الصحة. صباح النور لكم وللسادة المشاهدين. يا مرحبا. حياك الله. حياك الله. حياك الله دكتور أسامة. حياك وبياك. يعني ممكن ترى يتم شهور عند الواحد هذه العلاقة وما يدري شو ممكن يحلها. صح. موضوع الأنف والحنجرة والأذن. في ناس ما تربط أن هي تربطهم علاقة واحدة. صحيح هذا الكلام. فكلمنا عن العلاقة اللي تجمعهم. طبعاً هذه الأعضاء ذات صلة وثيقة ببعضها كونها أجواف متصلة في بعض. في ذلك غالباً عند إصابة أحد هذه الأجواف غالباً ما يتأثر الجوف الآخر. فمثلاً التهابات الأنف خاصة عند الأطفال غالباً ما تترافق مع التهابات في الأذن الوسطى، بسبب أن هناك طريق يصل بين جوف الأنف وجوف الأذن الوسطى، ويكون مرور العامل الالتهابي سهل إلى جوف الأذن الوسطى. نعم. في حين في التهابات الطرق التنفسية العلوية نشاهد أن الالتهاب يشمل البلعوم الأنفي والفموي وقد يصل إلى البلعوم الحنجري طبعا. فبعض المرضى يستغربون أنه ماذا، ما علاقة أذني بأنفي؟ فالعلاقة وثيقة جدا طبعا. نعم. طيب دكتور، بما أن إحنا فصل الصيف أكيد نتعرض بكثرة للمكيف سواء في البيت أو في السيارة، ويكون المكيف مباشر، فأكيد هذا له دور على الجيوب الأنفية دكتور، خصوصاً أن فترة الصيف استخدام المكيفات، فإحنا مكيف ونطلع برا في الأجواء الحارة، فشنو نصيحتك حق هالشيء؟ تمام. أول شيء لازم نحكي أنه كيف عم يصير التهاب الجيوب عند التعرض للهواء البارد، تمام؟ نعم. وأنا بحب أول شيء نوه شو هي الجيوب أصلاً، لازم نفهم تركيبة الجيوب وكيف بتعمل الجيوب وكيف عم تلتهب الجيوب مشان نتجنب العوامل اللي عم تحرض على التهاب الجيوب. في الحقيقة اسمها الصحيح هي الجيوب جانب الأنف، وهي عبارة عن غرف هوائية موجودة على جانبي الأنف، عندنا الجيبين الفكيين والجيبين الجبهيين، عندنا جيوب صغيرة عبارة عن غرف هوائية صغيرة خلف جذر الأنف، وهناك جيبين وتديين يتواجدان خلف العين. هذه الجيوب في الحقيقة هي عبارة عن جيوب هوائية مملوءة بالهواء، وهذه الغرف كل غرفة لها باب مفتوح على جوف الأنف يدخل منه الهواء. هذه الفوهات يجب أن تكون مفتوحة دائما لكي يدخل الهواء، تتهوى الجيوب، وفي نفس الوقت المخاط الذي يفرز من الجيوب يتم تصريفه باتجاه الأنف. لذلك أي سبب يؤدي إلى انسداد هذه الفوهات يحرض على التهاب الجيوب. فمثلا المثال الذي ذكرته، نعم كما نرى في الصورة نلاحظ أن الجانب الأيسر healthy sinus، هذا الجيب السليم، نلاحظ أنها عبارة عن غرف سليمة مملوءة بالهواء فقط، في حين نشاهد الطرف الأيسر من الصورة اللي هو الأحمر، الأحمر طبعا sinusitis، هذا التهاب جيوب. طبعا هذا اللون الأصفر هو عبارة عن المفرزات الالتهابية المحجوزة داخل الجيب بسبب انسداد فوهات الجيوب. نعم. نعود لموضوع الهواء البارد، وكثير من المرضى يعني يعانون من هذا الموضوع خاصة. نعم. في فصل الصيف. نعم. الهواء البارد يحرض احتقان المخاطية الأنفية، لأن وظيفة الأنف أصلا هي تدفئة الهواء الداخل إلى جسم الإنسان. فليس من المعقول درجة حرارة الهواء 18 درجة مئوية ويدخل إلى جوف الصدر بهذه الدرجة، هذا. نعم. سوف يسبب مشاكل كثيرة. لذلك وظيفة الأنف تدفئة الهواء، تتم تدفئة الهواء من خلال توسع الأوعية الدموية الموجودة في الأنف بما فيها القرينات والمخاطية الأنفية. توسع الأوعية الدموية يعني زيادة في سماكة المخاطية، وبالتالي انسداد هذه الفوهات. السؤال الآن يعني لما تنتقل من مكان لآخر فجأة أنت في السيارة والشمس ضربتك وتحس أن مهما أنت عليت المكيف للحين الجو حار بالنسبة لك، صحيح، تفاجئ جسمك وتفاجئ نفسك بدخولك لمكان بارد، هل هذا الانتقال ممكن اللي هو المفاجئ من بارد إلى حار والعكس يؤدي إلى وجود التهابات وغيره؟ طبعا هو أحد العوامل المساعدة أو المؤهبة، وغالبا بيكون في عوامل أخرى في عند المريض. يعني مثل ما قلنا أكثر شيء هو يضر الجسم التنقل بين درجات الحرارة المختلفة، فالجسم يحتاج لفترة كي يتأقلم مع هذا الموضوع. لذلك دائما ننبه المرضى، يعني أنت لما تكون في الحر وتصعد سيارتك يفضل أن لا توجه الهواء المكيف مباشرة على أنفك، خليه للأعلى حتى تبرد درجة حرارة السيارة، ممكن بعدين أنه قد توجهه على نفسك. وأنا طبعا بالتدريج، هذا ضروري جدا. أنت شنو قلت؟
أنا قلت دائما إنه لازم إنه الهواء بعيد عنك، يعني لازم ما يكون حتى مباشر. مباشر هذا يضرك طبعا يعني. طيب دكتور، بالنسبة حق اللحمية عند الأطفال، يعني لما نحس إن الطفل يشخر مثلا فترة النوم، هل هذا فعلا مرضي ويستحق فعلا إن نوديه للدكتور يعمل له عملية اللحمية، ولا هو أمر طبيعي نعد الراسة وخلاص انتهى الأمر بسلام؟ تمام، سؤال كتير مهم، بس أنا حابب نوه إنه مصطلح لحمية في الأنف يعني هو مصطلح خاطئ وغير دقيق وبصراحة مستفز، لأنه هو يطلق عادة على ثلاث أشياء داخل الأنف، تمام؟ ولازم نفصل بيناتهم. أول شيء هو الناميات الأنفية، وهي اللي حكيت عنها بسموها اللحميات. هذه الناميات هي عبارة عن نسيج موجود من أصل الجسم، يعني هو تركيب موجود في الجسم ويولد الطفل ولديه الناميات، ولكن بعد عمر الـ 12 سنة يبدأ بالتراجع، تمام؟ وجود الناميات في مكان حساس وهو سقف البلعوم الأنفي، هو عند التقاء سقف البلعوم الأنفي مع الجدار الخلفي، وجوده هنا على طريق الهواء التنفسي. جوف الأنف صغير عند الطفل تماما كما نشاهد في الصورة، هذا هو المكان. نلاحظ أنها قريبة، هي على مسار الطريق الهوائي أصلا، ضخامتها تؤدي إلى انسداد الطريق الهوائي. يترتب على ذلك أن الطفل لم يعد يكفيه الهواء الداخل عن طريق الأنف، فهذا يؤدي إلى أن الطفل يفتح فمه وبالتالي شخير، وأحيانا قد تصل المرحلة إلى انقطاع النفس أثناء النوم. بصراحة يجب على الأهل الانتباه إلى نوم طفلهم، هل ينام مفتوح الفم أم مغلق الفم. التنفس الصحي هو أن ينام الطفل بفم مغلق وتنفس غير مسموع. وهذه الصورة عن شنو؟ هذه الصورة نلاحظ أنه الصورة العلوية هو المكان الطبيعي للأدينويدز أو ما يسمى الناميات الأنفية، الصورة تحت هي enlarged adenoids أو اللحمية المتضخمة، ونلاحظ كيف تضيق مجرى الهواء. فضخامة اللحمية هنا أصلاً لا تتوقف فقط على، أو ضخامة الناميات لا تتوقف على انسداد الطريق الهوائي والشخير، لها دور آخر في أمراض الأذن، لأنها قريبة من الطريق الهوائي الذي يهوي الأذن، وبالتالي يسبب احتباس الضغط وبالتالي احتباس السوائل في الأذن، ويترتب على ذلك التهاب أذن وسطى ينجم عنه نقص سمع عند الأطفال. طيب ننتقل، يعني أنت ما شاء الله ذكرت هذه عن شنو الصورة؟ هاي الصورة أنا قلت هناك ثلاث أنواع للحميات، اللحمية الأولى الناميات، هذه اللحمية هي القرينات، وهي ضخامة اللحمية كما يقال عند الكبار. فهناك قلنا ناميات وهذه القرينات، هذه القرينات تراكيب تشريحية تولد مع الإنسان، وهي تراكيب تشريحية طبيعية ولها وظيفة مهمة جدا في الأنف، تنظف الهواء وترطبه وتدفئه قبل الدخول إلى جوف الجسم. هذه القرينات مع التعرض للعوامل البيئية المتكررة تؤدي إلى ضخامة فيها. في البداية تكون هذه الضخامة عكوسة، يعني تستجيب للعلاج الدوائي، ولكن في المراحل المتقدمة تصبح هذه الضخامة شديدة تؤدي إلى انسداد الأنف، وبالتالي نعود إلى نفس المشكلة وهي التنفس الفموي والشخير. نلاحظ مقارنة بين الطرف الأيمن للمريض، ضخامة القرينات هنا طبيعية، ونلاحظ هناك مسافة بين الحاجز الأنفي وهو اللون الأزرق والقرينة، فالهواء يمر بسهولة، في حين في الطرف الثاني بدأت اللحمية تتضخم وتقترب من الحاجز الأنفي، يترتب على ذلك صعوبة في مرور الهواء. طيب دكتور أسامة، أنا لما جيت الصبح سمعتك أنت ومخرجنا، نوجه له تحية أكيد أستاذ محمد ذياب المهندي، كنتوا تتكلمون عن أنه هو في يوم من الأيام صارت له حصوة تحت اللسان. صحيح. ممكن بس إحنا نستفيد من هذه التجربة للمشاهدين، أن إذا صارت لا قدر الله اسم الله عليهم هذا الشيء، شلون يتصرفون وشنو العلاج؟ طبعا نحن هنا نحكي عن موضوع مختلف تماما، يسمى حصيات اللعابية، هي عبارة عن حصيات تتكون في الغدة اللعابية المفرزة للعاب أو قناة هذه الغدة. بشكل رئيسي أو القصة الكلاسيكية لهذه الحصى، فجأة يشعر المريض أثناء تناول الطعام أن حدث تورم أسفل الفك أو حدث تورم هنا أمام أسفل الأذن. يطلع التورم ولا لا؟ فورا يطلع التورم. فورا، يعني خلال أقل من دقيقة مجرد أنه يبدأ في الأكل فورا تورم. شنو أسبابه؟ ويكون مؤلم. غالبا يكون السبب عبارة عن حصى تشكلت في القناة، تكون يعني حصى قديمة مثلا. أيوة. تطور حالها. تطورت وكبرت لدرجة أنها سدت القناة. في الأحوال العادية عندما نأكل يتم إفراز اللعاب بغزارة من الغدد اللعابية لكي تصف في جوف الفم ويتم هضم الطعام. حلو. ولكن زيادة إفراز اللعاب لا تتماشى مع الجزء المتضيق من القناة، فيحتبس اللعاب في الغدة وتتورم الغدة. يعني من الأكل نقول؟ طبعا هو الأكل، يعني هو مش من الأكل، لا هي سببها الرئيسي أحيانا قد تكون هناك تبدلات في القناة منذ الولادة،
والسبب الأشعة نقص الإماهة، يعني نقص سوائل في الجسم، الإنسان لا يشرب كثير من السوائل، وهناك استعداد شخصي أيضا يؤدي إلى تراكم حبيبات الكلس ومواد أخرى تتراكم وتشكل حصوة. هذه حصوة نظامية. العودة الآن إلى القرينات. طيب تمام. علاقة الأنف والأذن والحنجرة، خلنا أخذ الآن من تصرف الإنسان، ما شاء الله من شوي شفنا تفاصيل قد لا يعرف الكثير من الناس إلا الشخص اللي مختص. نعم. أو دارس نفسك. من جانب أني أنا لما أتعب أو أمرض بعيد الشر، ليش دائما يوصونك اشرب ماي بارد، ماي حار أو دافي، لا تشرب شيء بارد لأنه ممكن يتفاقم عندك الأمر. تمام، صحيح هذا الكلام. السوائل الباردة سوف تؤدي إلى احتقان الأوعية الدموية وتوسعها، صحيح؟ تمام. السوائل الباردة تقلل من جريان الدم، فمثلا الإنسان يقول لك أحدهم أنه أنا مجرد اشرب ماء بارد فورا يلتهب حلقي أو بلعومي. أي صح. الماء البارد حتى الأسكريم بقى. تمام، حتى أنت لما ترعف ويخرج يقول لك حط ثلج، صح؟ أي. هذا الثلج يؤدي إلى نقص جريان الدم مشان تخفف من النزف. نفس الشيء شرب السوائل الباردة يخفف من جريان الدم في المخاطية الفموية، تمام؟ نعم. وبالتالي يقل وصول الدم. نحن نحصل على المناعة من خلال الكريات الدم البيضاء المحمولة مع الدم. صحيح. فنشاهد كثير من المرضى مجرد أنه يشرب ماء بارد، هذا عنده استعداد أصلاً. مجرد يشرب ماء بارد ففوراً بيلتهب بالعومة. طبعاً هناك يعني هذول حالات قليلة. واللي شايل اللوز موجودة. نفسي. هلأ الشايل اللوز، لا هو شوف، التهاب البلعوم له علاقة بالبلعوم وليس باللوز. أيه. يعني مخاطية البلعوم نفسها، تمام، هي التي تلتهب. بس المناعة تختلف أيضا. طبعا تختلف من شخص لآخر. دكتور، شلون أقدر أن أنا أقول هاي جيوب أنفية وأنا ما رحت للدكتور؟ تمام سليم. شلون أشخص حالتي والمفروض شنو أسوي؟ هل أروح طوارئ ولا أروح دكتور أنف وأذن حنجرة؟ وإذا مثلا أنا مسافرة شو المفروض أسوي؟ الإسعافات المفروض أسويها؟ تمام. التهاب الجيوب عادة القصة الكلاسيكية تبدأ بزكام عادي، يعني سيلان أنفي، احتقان في الأنف، ولكن المريض متحمل الأعراض. نعم. المفروض الزكام العادي بعد أسبوع يعني يخف بشكل شبه كامل. نعم. يتفاجأ المريض أنه الزكام طول أكثر من أسبوع، وهنا تظهر أعراض التهاب الجيوب. في بداية الزكام يكون كما نلاحظ هنا، نلاحظ أنه الطرف الأيسر من الصورة الجيوب ممتلئة، هذا الامتلاء بالمفرزات ينجم عنه ألم في الوجه يسمى الفيشل بين أو الألم الوجهي، وحس ثقل وامتلاء، ويكون الألم متركز تحت الجيب المصاب، فالمريض يشعر بألم إما تحت العين أو فوق العين أو صحيح. بين العينين حسب الجيب المصاب. الصداع طبعا هو هذا الصداع، هو صداع الجيوب، هو ألم في هذه المناطق. صفة هذا الصداع الرئيسية أنه يزداد بالانحناء للأمام والسجود. فأحد المرضى يقول أنا لا أستطيع أن أسجد، يعني فورا أقوم من السجود ينزل. لأنه ألم شديد. إذن أول معلم له هو صداع أو سمى الألم الوجهي في منتصف الوجه. أي. ثقل هنا. تمام. هذا أول شيء. صداع نصفي. أي صح، شقيقة. ممكن يكون التهاب، هو قد يعني يختلط الموضوع أنه شقيقة، هو مش شقيقة. هو مش شقيقة. يعني التفريق بكل بساطة، صداع الجيوب يزداد بالسجود، صداع الشقيقة لا يزداد بالسجود. تمام. علشان نختم وياك مع حضرتك، أكيد مشاعل طارت السفر وذكرتني لما في ناس وأنا منهم اللي لما نركب الطيارة يعني مع الضغط اللي ممكن يكون في السماء تجينا اللي هو مثل حالة الزكام، حالة تعب في الأنف والأذن والحنجرة، ليش؟ تمام. فروقات الضغط على الأرض وفي الهواء في الأعلى تؤدي إلى توسع الأوعية الدموية. أي. تمام. هذا التوسع يؤدي إلى احتقان المخاطية وسماكتها، وبالتالي انسداد القناة التي تهوي الأذن، فالمريض يشعر بضغط في الأذن وأحيانا ألم شديد. أيوة. تمام. الشغلة الأخرى نفس الشيء في الأنف، يعني القصة كلها تتعلق بتبدلات الضغط. النصائح للمسافرين خاصة الذين يعانون من هذا الموضوع، أولا قبل الإقلاع في الطائرة بخاخ أنفي أحد المنتشرة في السوق، هو بخاخات التي تفتح الأنف. أيوة. بخ في كل جهة من الأنف. حلو. واحد. اثنين، عدم النوم أثناء الإقلاع وأثناء الهبوط. حلو. تمام. الثلاثة، علك يعني يستخدم علكة أثناء المضغ، حركات المضغ طبعا. ايه. حركات ايه. المضغ تساعد على بقاء القناة التي تهوي الأذن مفتوحة. أربعة، إذا كانت الحالة الشديدة ممكن تبخيرة خاصة زيت الأوكاليبتوس والمينيتول، إذا الحالة شديدة ممكن زيت الأوكاليبتوس في ماء حار واستنشاق من الأنف بشكل رئيسي. حلو.
كل الشكر لك دكتور أسامة عبد الله الموسى، أخصائي أمراض الأذن الأنف والأذن والحنجرة. الله ينفع بك، عطيتنا معلومات جدا قيمة. أتمنى أكيد الشفاء لكل من يعانون من الجيوب الأنفية. آمين يا رب. أشكره ما قصرت، حياكم الله. دققنا وايد في الموضوع. بس لا أكيد، لأن موضوع جدا مهم، ودائما برنامج في الضحى يسلط الضوء على المواضيع المهمة أكيد. ليش؟ لأن في أشياء أنت تعاني منها وما تدري شنو أسبابها وليش. صحيح. فهذا دورنا اليوم. صحيح، وبعد دورنا أن نقول لكم إذا أنتوا رايحين تسوقون أكيد لازم في أشياء احترازية لازم أنتوا تسوونها من نظافة اليد وغيرها. نشوف هذه النصائح ونرجع لكم. حياكم الله من جديد. وإذا كنت تسوق أونلاين لابد أنك تحاسب على الفيزا، عشان الناس وايد يعني تم النصب عليها، وعشان ما تكون ضحية لهذا الأمر. ومع كثرة أيضا وجود الأبليكيشنات التطبيقات والتنوع اللي أيضا مو موجود، ممكن يخدمك في الكثير من الأمور، وأيضا أمور حياتك الاجتماعية والعملية. ولكن المهم أنك تعرف شلون تختار التطبيق اللي ممكن يطلع لك علشان يعني يكون ينفع لك وما يضرك. لكن شلون ممكن تأمن بياناتك بشكل عام في هذا الجانب، أيضا بياناتك الشخصية والاختراق وغيره. نصبح بالخير على خبيرة التكنولوجيا الأستاذة ابتسام الغفاري، حياك الله. يا هلا ومرحبا فيكم. يا مرحبا، نورتيني أختي ابتسام، وأكيد معلوماتك قيمة راح تفيدنا أكيد. مثل ما قال محمد، التسوق أونلاين، شو اللي يخليني اختار موقع او اختيار تطبيق معين دونا عن التطبيقات الثانيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء طبعا الواحد لما يجي يختار تطبيق لازم يشوف احتياجاته اول شيء، ويشوف سمعه التطبيق نفسه، يعني يشوف ممكن عن طريق مستخدمين ثانيين، ممكن طبعا من كثره الاستخدام واحد يسمع عن التطبيقات ويشوف اللي فيها. انتوا تطرقتوا حق مثلا لو نقول مثال تطبيقات التسوق بشكل عام. طبعا اختيار على حسب حاجتي، انا ايش حاجتي. في تطبيقات متنوعه، في تطبيقات خاصه باشياء معينه، مثلا تجميل، تكنولوجيا، رياضه، تطبيقات خاصه التسوق بهالامور. هني انا اول شيء طبعا اختياري، انا اختار التطبيق اللي ابيه. طريقة التسجيل في هذا التطبيق شلون تكون؟ طريقة الإذن، يعطيني إذن مثلا يقول لي أنا تطبيق تسوق يبي إذن يدخل في الصور ليش؟ اي ألو أو نت ألو. أيوة، اللي هو نسميهم بالعربي الأذونات. الإذن مالك حاجة. ممكن يحتاج الموقع عشان يعرف مثلا لوكيشن البلد اللي أنت فيه، بس كصور مثلا، في كصور كجهات الاتصال في التليفون، انت ايش تحتاج فيها؟ انت انا اللي بتسوق، انا اللي ابي اشوف اتفرج، انت ليش تتفرج على جوالي؟ فهني شوي يعني قد ما نقدر احنا نحاول ان نقلل من هذه الاذونات اللي تطلع لنا في اي برنامج. احنا كله الاو الاو محمد. كله الاو، ترى والله بغيت اقولها كله الاو الاو الاو. ليش؟ لان ما نعرف ترى اللي مكتوب شنو، فنقول يلا مش 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 لين ما نطيح ضحيه في الامر، بعدين نقول طلعت انا اللي جايب الموضوع لنفسي. اي صح. زين، هل تعتقدين هذا يعكس جانب من جانب الوعي، ولا هي ثقافه ممكن الواحد يكتسبها بشكل عام؟ يعني هو شوف، احنا لازم يعني احنا من واجبنا احنا نوعي المستخدم بهذا الاسلوب. مثل ما قلت انتم كله الاو الاو الاو، هي ثقافه ترى. يعني الواحد لو متعلم انه هو يقرا عن البرنامج قبل ما ينزله وياخذ فكره عنه، على الاقل لو يبحث في جوجل، يعني يشوف مثلا راي الناس فيه.
وحتى هو اصلا التطبيق لما تدخل الابل ستور او الاندرويد اي نظام انت تستخدمه تدخل في الستور تشوف فيه فيدباك يعطيها او مثلا يعطي ستارز التقييم فلازم احنا نشوف هذا الشيء لو اقل. واحنا على فكره من النوع اللي ما نقرا سياسه وقانون كل تطبيق، ترى كل تطبيق فيه سياسات وفيه قانون وفيه موافق وغير موافق، يقول لك في الاخير احنا نعدي ونقول موافق بس عشان نستخدم البرنامج، بالذات البرامج بعد اللي فيها دفع. البرنامج اللي فيها دفع نحاول نستخدم البرامج اللي يعطيك شيء مجانا على الاقل اجربه اشوفه عقب ادفع اذا عجبني اني انا استخدمه. نحاول نستخدم هذه البرامج اكثر من البرامج اللي على طول تعال ادفع. ولو احتجت ان انا على طول ادفع وعقب مثلا ما عجبني البرنامج او مثلا يعني ما يازلي ما حتدفع حتدفع لا هو حتدفع حتدفع بس انه يعني تدفع يعني نحاول احنا ما نكون دافعين لسنه كامله نكون دافعين مثلا هو يعطي فيه بعض على حسب الموقع يعطي اسبوع اسبوعين شهر اكثر شيء شهر او سنه يعطيك الخيار فنقول شهر على الاقل ندفع دفعه واحده وبعدين ممكن اذا ما عجبني لازم نجدد او تلغي لا يعني هو في طرق خاصه كل برنامج غير كل نظام يختلف طريقه اللي هو الغاء التطبيق للدفع بطريقته المعينه. هذه بالنسبه حق التطبيق اللي انا مثلا سعيت ان انا احمله جوالي في الايفون في بعض البرامج يعني اكون انا مثلا حطيتها حق اليهال مثلا خلاص غيرت رايي كل شوي يقعد يسحب مني 10 ريال 10 ريال 10 ريال يعني خلاص انا لغيته هو يعطيني اختيار رينيو ولا كانسليشن خلاص اعطيتك كانسليشن لا مستمر قاعد ياخذ فلوس شلون هني يكون التصرف؟ اي فهذا هو في طريقه في الاعدادات نفسها في صفحه اللي هو الدفع في الاعدادات الستور نفسه في طريقه انك تلغي كل المدفوعات تشوف ايش الاشياء اللي انت تدفعها شهريا وممكن تلغيها او اذا ما صار ممكن تتواصل مع الشركه هم يلغونها. نعم. يعني استاذ ابتسام كثير من البرامج وايضا المشاهدين اللي موجوده في جوالك لكن حلو انك تكون عارف شو اللي تختاره وش اللي تستبعده أكيد. منك بعد الفاصل بنكمل هذا الموضوع. حياكم الله من جديد. لما يكون عندنا ضيف في البرنامج فاحنا نبحث ايضا من جانب اختصاصه. فضيفتنا الاستاذه ابتسام الغفاري هي خريجه مصر من عام 2003 في علوم الحاسب. كلمينا عن يعني مقارنه في 2003 واللي كنتوا تدرسونه، اعتقد التطبيق اليوم في 2021 يختلف. احنا قبل كنا يعني يوم كانت في الدراسه كانت بشكل عام كعلوم حاسب كامله. اي نعم. يختص يعني احنا نسميها هاردوير سوفت وير اللي هو يعني كبرمجه وفي نفس الوقت يعني الكترونيه نظام برمجه تركيب وفي نظام برمجه اللي هو السوفت وير وفي الهاردوير اللي هو التركيب الالكتروني يعني نركب الكمبيوتر بشكل عام أي. ايامنا صراحه ما كان في التلفونات الذكيه اللي الحين موجوده والايباد وذي كانت اكثر شيء تعتمد على الكمبيوترات فكنا برمجه الأمان أقل يعني الامان اقل هو طبعا تطور أي. هو البيزكس موجود عندنا نفس البيزك المعلومات اللي كنا ماخذينها موجوده لكن تطورت زادت تنوعت مثل ما اقول لك يعني في اشياء كانت بس في الكمبيوتر محصوره يات في الايباد يات في الهواتف الذكيه ايامنا احنا كان بليب وكانت تلفونات يعني بس مسجات وكتابه وكذي SMS اي فالحين لا ما شاء الله يعني صارت تدخل يعني هو كمبيوتر بس مصغر صار ما صار كبت اي صار شيء صغير ومحمول في اليد. اختي ابتسام شلون اقدر ان انا احافظ على بياناتي في مواقع التواصل الاجتماعي يعني في وقت القرصنه الالكترونيه؟ طبعا اهم شيء في مواقع التواصل الاجتماعي انا لما اسجل في اي موقع مثلا المواقع اللي احنا نستخدمها دائما مثل الواتساب والانستغرام والسناب شات وتويتر وهذه المواقع نحط بياناتنا اللي احنا نتعامل معاها صحيحه مثل رقم الجوال عشان لو ضاع او انسرق او
تم اختراقه انا يرجع لي انا التليفون اللي عندي انا اللي انا استخدمه، الايميل لازم اكون اعرف باسورد، اعرف الايميل اللي بسجل فيه لازم يكون لي انا لو كان باسامي مستعاره، لكن شيء ان انا اعرفه. لازم نطبق سياسه اللي هو في بعض البرامج اللي هي سياسه الامن بالخطوتين. نعم. اللي هو ان نحفظ بالكود، انه يجيني كود على المسج وانا احطه. يعني في ناس ما تتفعل هالشيء، ممكن هو عن جهل وممكن يعني اهمال ايوه. فلا هاي الشيء جدا ضروري. ما نفتح اي روابط مجهوله، بالذات حتى لو مشاعل طرشت حق ابتسامه، وانا عارف مشاعل بس لا سمح الله ممكن يكون جوالها مخترق وطرشت لي مثلا رسالة رابط او رساله او اي شيء، وانا افتح واتواصل و الحين لا مو بروابط، الحين يبون فلوس غير. ايه هاي لا غير. زين انا سالت الحين انت تسال. لا الحين احنا طبعا اشكرك على ما قدمتيه لنا، والتطور اللي ممكن الواحد يشهده في التكنولوجيا كبير، فشرفتينا بوجودك الاستاذه ابتسام الغفاري خبيره التكنولوجيا، وبالتوفيق ان شاء الله. كل الشكر لك. فكنت اقول لك اختي مشاعل انه الحين زمن اللي طرشون لنا رسائل يبون فلوس من شخص احنا نعرفه، بعدين نكتشف لا هاي الشخص انستغرامه او واتسابه مهكر. صحيح. لازم نتاكد. لازم نتاكد اكيد. ومن التكنولوجيا نروح نشوف ايضا سياره كهربائيه لكن تعمل بالطاقه الشمسيه. اخترع مهندس يبلغ من العمر 23 عاماً سيارة تستخدم الألواح الشمسية لشحنها. أراد هذا المهندس إنشاء سيارة لا تتطلب وقوداً باهظاً، والنتيجة سيارة وزنها 150 كيلوغرام ولا تتطلب سوى الطاقة الشمسية لتشغيلها. هيكل السيارة مصنوع منزلياً بالكامل من الألمنيوم لجعل كل شيء حقيقياً قدر الإمكان. تم أخذ العجلات من الدراجات البخارية الصينية، كما تم استبدال هذا الجزء من العجلات الخلفية بمحرك كهربائي بقوة 1 كيلووات. تحتوي السيارة على لوحات خاصة بقدرة 200 واط على جوانبها الأربعة جنبا إلى جنب، مع لوحة بقدرة 400 واط على السيارة. يقول بالدبنوف إن سيارته كلفته مبلغ 200 ألف روبل فقط، حوالي 2670 دولار أمريكي، وأن الفكرة جاءت من وظيفة سابقة. يستغرق بالدبنوف 9 ساعات لشحن الألواح الشمسية للسيارة بالكامل، بعد ذلك يمكنها السفر لمدة 6 ساعات بسرعة 30 كيلومترا في الساعة. أيضاً يقول بالدبنوف إنه عندما يكون الطقس مشمساً يمكن للسيارة أن تستمر في الحركة بدون بطاريات. وعلى الرغم من تصميمه الداخلي الصغير، يخطط بالدبنوف للقيام برحلة من سامارا إلى الصين في هذا الصيف، في رحلة تستغرق 3000 كيلومترا. حياكم الله مشاهدينا والكل من انضم لنا. إحساس مرهف يماشي ريشتها، تناغم بديع يتراقص مع أوتار ذلك الإحساس، فهي تلك الفنانة التي تطوع الألوان لتحاكي قصص من خيال وواقع، تبهر العيون بجمال تشكيلي بأنامل تعزف على لوحاتها أغنية الفن التشكيلي الأصيل. معنا الفنانة حصة كلا، نقول لك صباح الخير وصباح الجمال، وشايك في المقدمه اللي احنا اعطيناك اياها. مقدمه جميله مثلت. نورتينا، والجمال دائما في الفن اللي تقدمينه ما شاء الله. ومن شوي كنا نسولف عن التكنولوجيا والهاكرز، وانت بعد انت حلو شخصيتك بعد من الضحايا في هالموضوع. اكيد من الضحايا. لكن حلو ان الواحد يعني يحاول يطور نفسه من السوشيال ميديا. طيب كلمينا في البدايه عن الفن اللي تقدمينه، وش اللي يميزك يعني انت كفنانه تشكيليه عن البقية؟ فنانة، دراستي كانت في الفن، بداياتي كانت الفن، حبيت الفن، دخلت تخصصي كان بكالوريوس تربية فنية، تعمقت في الفنون بشكل أكثر مع الورش الفنية الداخلية والخارجية،
بدأت مشاركاتي من داخل دولة قطر، طلعت لخارج دولة قطر، انتقلت من الواقعية إلى تجريدي، دخلت الحروف، دخلت الحرف السمبلي، بديت شوي أصنع الخامة اللي تكون من خامة بيتي. أول شيء اعتمد طبعاً على الأوراق اللي كنت أجيبها من برا، اللي حطها في أعمالي. عملي أكثر شيء يتجه للفن التجريدي، المدرسة التجريدية. خط الله يسلمك، خط جديد، وخط ورق السدر. بديت إني أنا أطحن الأوراق هذه وأعملها كأوراق وأضمها من ضمن عملي الفني. إذا حضرتك تحبين الفن التجريدي، يستهويك هذا الفن، فأكيد له فلسفة أنت تتبعينها. أختي حصة، شاركتي في معارض داخل قطر وخارج قطر، وكانت معارض افتراضية اللي شاركتي بعد فيها، فلو تكلمينا عنها. شاركت داخل قطر، كان مع ذا جيت، كان عن قضية فلسطين. صحيح. طبعا قضية الكل كان يحارب فيها بطريقة جمالية. طبعا كفنان تشكيليين عرضنا أعمالنا الفنية التشكيلية. نعم. وأيضا شاركت مع أشغال تحت المجهر، أبراز معالم دولة قطر، كان افتراضي. أيضا مشاركتي مع قطر والفن كان في مقر الفنانين مطافي. طيب، هذه أيضا صورة تعكس فن راقي جميل من حضرتك. هذه اللوحة متى كانت وليش؟ هذه اللوحة كانت في عمان في 2017، كانت مشاركة في الجمعية العمانية مع فنانين تشكيليين من ضمن البلاط السلطاني العماني. لوحتين؟ لوحتين، ما شاء الله. طيب، شنو دلالات هذه اللوحات اللي موجودة في الصورة هذه؟ تجريدية وتتكلم عن وثاقة الحرف العربي، ان الاهتمام بالحرف العربي. وخط الالوان البنفسجية هو اللون اللي يطرح فيه لون الهدوء واللون الراقي اللي يدل على النفس الهادئة. إذا أنت تحبين اللون البنفسجي دائما في رسوماتك، بالإضافة بعد عندنا فنانة اللي هي منى البدر دائما تحب اللون الأزرق. كل فنانة ما شاء الله لها خطها الخاص، سواء تجريدي أو بورتري، ما شاء الله تعبرون، والتعبير مهم جدا للفنان غير عن أي إنسان ثاني. لو تكلمينا عن رسمك للأغلفة الروايات مؤخرا. شاركت مع كتارة، هي طبعا تابع لشركة، تابع لمؤسسة كتارة. نعم. كتارة طرحت كتاب الفن البحري التراثي، شاركت معهم من خلال سرد سيرة الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. أيضا مشاركتي كانت مع روايات الفن التشكيلي، خدت رواية الراهن والتحولات، عرضت فيه طريقة التحول اللون من درجة إلى درجة بطريقة عرض اللمسات الفنية لهذا الكتاب ومحتوى الرواية. يعني أيضا تتميزين أنك تأخذين من تراث قطر وتوظفينه بشكل راقي جدا في اللوحة اللي أنت تقدمينها. وانتصرت غزة، هي اللوحة اللي أنت سويتيها من أجل القضية الفلسطينية. اليوم مش كثر مهم أنتم كفنانين توظفون هذه الرسائل علشان تساهمون في قضايا أو تجدون حلول لها، مش كثر مهم؟ طبعا مهم كونك فنان، انت عايش في الواقع المحلي، الواقع له مؤثرات كثيرة من خلال داخل وخارج قطر. الفنان يتأثر، الفنان معاصر، والفنان يخوض التجارب اللي كثير تمر في حياته. هذه اللوحة كانت من ضمن اللوحات اللي شاركت فيها في دولة الكويت، كان في تاريخ 29/5 من شهرين. كان معرض عن الأقصى في قلوبنا، كانت مشاركتي معهم مشاركة كانت عبارة افتراضية. أقيم المعرض تبع للجمعية الفنون التشكيلية، نقابة الفنون التشكيليين والإعلاميين في دولة الكويت. طبعا الشكر موصول حق الدكتور نبيل الفيلتشاوي، مؤسس وقائم على هذه الفعالية. انتقل نفس المعرض ونفس الأشخاص، الحمد لله كنت من ضمن المختارين، إلى مجمع الحمراء، كان في 3/6. إن شاء الله. طيب أختي حصة، كلمة أخيرة توجهينها حق كل الهواة اللي حابين أنهم يلتحقون بالفن، سواء تشكيلي أو بورتري أو تجريدي. التأكيد على تطور الذاتي بكل الوسائل، إن كان ورش داخلية ولا خارجية ولا عبر التواصل الاجتماعي. هذا المهم. تشرفنا أكيد بوجودك اليوم في برنامج فيا الضحى. بس تذكرين كم عدد لوحاتك للآن ولا؟
والله كثير ما شاء الله ما جمعت داخل العدد داخل وخارج قطر كثير. الله يوفقك ان شاء الله. شرفتينا الفنانه التشكيليه حصه كله، وما شاء الله يعني لوحات وايد، واللي يميز حصه عن البقيه وجود خط عربي وتاخذ من التراث القطري. شيء مفرح ما شاء الله، عندنا فنانات قطريات ما شاء الله يقدرون انهم يشقون طريقهم في عالم الفن. اليوم احنا اعطيناكم معلومات كثيره اعزائي المشاهدين عن الطب وعن الفن، نتمنى ان شاء الله ان احنا اعطيناكم هذه المعلومات واستفدتم منها. نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الموعد، تحملوا بعمركم والى اللقاء. فمان الله.